بتروحي يقرب من 18 سنة بنت طلعت تساعد شافت الحالة إيه وابوها تعبان راجل غفير على كدي وإحنا أربع بنات جوزت من هنا اثنين هي ساعدتني والثالثة هم خذوه وهي اللي مساعد تركت حبت وش معنى بقى أخواتها الكبار ما خرجوش وش معنى هي؟ هي اللي طلعت من أولها كده ما خلت قهوة ولا خلت فرن هي صنايعية في فرن كان الفرن العيد بتقولي إيه؟ وبعد كده طلعت بقت في قهوة بعد كده راحت مكوى كوى بعد كده أولاد حلال جابوا لها التوك توك دي يومين تلقى لها 20 جنيه 25 جنيه وحمد ربنا والحمد لله وها بس علينا والله فلوسها تعافر يعني من سن 12 سنة ولي الإخوات أخواتها ما خرجوش ليش معنى هي؟ جوش أخوان هي اللي طلعت جاية عريس قالت مش عاوزة حاجة من الدنيا أنا عاوزة بس كده تركت ولا فهاش ريحة الأنوثة خالص عايشة تجيني الساعة 12 تجيني الساعة 1 والله شهر رمضان كانت تجيني الله بالتصحورة خدت شهر رمضان كله بحياة ربنا وما جاتش تقول لك بقى مثلا اخواتي الكبار يخرجوا ولا اي حاجة ولا انت قلت لها طب هنقولها بنت وانت ما قلتلهاش ليه اخواتك انا بنت كفاية على كده وعاوزينك تتجوزة الستره ما فيش غير كان انت ما فيش ولاد انت اربع الحمد لله وعاوزين نشوفك يعني مستوره بيت قالت ما مش عاوزه الكلام ده خلاص اتقمت على الكلام ده انا اصحابي معي اخوان اصحابي كلها اصحابي بيوعوني مثلا طلعه بكانها اروح معي وانسوني وبقتش خايفه من حاجه بقت سريحه كده وكل الناس حبابها بقت زي الراجل وعايشه في البيت عشت الراجل تتصل باختها تقول لها حضري مثلا لقمه وعاشت على كده حياتها كده عندك كم سنه 26 سنه ليها هي 14 سنه بتشتغل 14 سنه وهي تشتغل وصل لكل الناس أني مروة وين؟ ضباط المرور هيضربوا لها التحية وتفوت